مشاهدينا ولمتابعة تطورات المشهد السياسي والدبلوماسي في فلسطين في ظل حديث عن عملية عسكرية للاحتلال في رفح وأبعادها، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية الأستاذ ياسين حمود. مساء الخير أستاذ ياسين. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. وعبر الهاتف من عمان المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ حاتم الهرش. مساء الخير أستاذ حاتم. حياكم الله، أهلا بكم. نبدأ مع الأستاذ ياسين. بعد أن أعلن جيش الاحتلال أنه نجح في تحرير محتجزين اثنين في عملية عسكرية، هل ربما تفتح هذه العملية شهية نتنياهو لمزيد من التوغل؟ الرحمن الرحيم، التحية لكم وللمشاهدين. الحقيقة قبل ما ادعاه الاحتلال من تحرير أسيرين من وهذا لا زال إلى الآن هو قول الاحتلال، ولم تؤكد المقاومة أو تنفي هذا الأمر، نتنياهو وحكومته واتصاله مع الرئيس بايدن يعني أمس كان عنوانه أن الاحتلال سيقوم بعملية برية في رفح، وبايدن الرئيس الأمريكي أيد ذلك بشروط واهية، مما يعطي الاحتلال يعني غطاء لهذه العملية. ونتنياهو أيضا كان يقول قبل ذلك وحكومته أن النصر لن يتحقق لهذا الكيان إلا إذا قضى على 4 كتائب لحماس موجودة في رفح. ولذلك أنا لا أعتقد أن نتنياهو يحتاج إلى ذريعة أو فتح للشهية من أجل احتلال رفح، وكما قلت هذا لا زال يعني تحرير الرهينتين لا زال أو الأسيرين لا زال ادعاء الاحتلال الصهيوني. لكن أنا أقول أن محاولة نتنياهو لتحقيق نصر بما يزعم أنه حقق أو حرر السيرين هذا لن يغطي على فشله في عدوانه على غزة، بل الاحتلال الصهيوني إلى الآن لم يحقق أي نتيجة. وإذا صدق بادعائه أنه حرر السيرين كان ثمنهما حوالي 100 شهيد من المدنيين، ولذلك هو يستقوي على المدنيين ولن يحقق شيئا. المقاومة لا زالت بخير في قطاع غزة، وأمام نظر العالم وأمام سمع العالم وأمام محكمة العدل الدولية وأمام كل الدول، هذا الاحتلال النازي يوغل في قتله وفي تدميره للمباني والمستشفيات وإزهاق الأرواح المدنية. وإحنا بنعرف أنه رفح الآن هي مكدسة باللاجئين الذين ضغط عليهم الاحتلال من خلال قصف بيوتهم وطرقاتهم، وذهبوا إلى رفح لعلهم يجدوا مكانا آمنا. لكن هذا الاحتلال بعنجهيته، هذا الاحتلال بنازيته، هذا الاحتلال بعدوانه الآن يرتكب مجزرة جديدة وإرهاب جديد وانتهاك لحقوق الإنسان جديدة في رفح. طيب أستاذ حاتم، هنا في مقابل ما تقدم، هل ستسكت عملية تحرير المحتجزين الاثنين الأصوات المعارضة في الشارع السياسي في الداخل المحتل؟ التحية لك وللمشاهدين ولأبناء شعبنا المرابطين والمجاهدين. في الواقع دعني ابتداء أن أعلق على العملية وسياقاتها، وتحديدا أنها جاءت متزامنة بالإعلان الإسرائيلي عن ابتداء العملية العسكرية في رفح، هذه المنطقة التي تضم أكثر من ربما 1.5 مليون فلسطيني لجأوا من مختلف مناطق القطاع إليها. وبالتالي توقيت الإعلان الإسرائيلي عن تحرير أسيرين ربما أنه يأتي في إطار، وهو السؤال الذي سألته، أنه الفشل الإسرائيلي. نحن بعد ساعات ندخل في اليوم 130، وقد كان نتنياهو ومجلس أركان حربه قد وعدوا الرأي العام الإسرائيلي بتحقيق أهداف استراتيجية سواء بضرب
مرابط الصواريخ أو اغتيال قادة مؤثرين أو تفكيك شبكات المقاومة أو تفكيك شبكات الأنفاق، ولكن كل ذلك لم يحدث بالرغم من مضي 130 يوما، فضلا عن عما أعلنه جيش الاحتلال ونتنياهو عن القضاء على حركة حماس. وبالتالي اليوم عندما يذهب الإسرائيليون نحو رفح فأنا أعتقد بأنهم يعبروا عن أزمة حقيقية، وهي محاولة للالتفاف على حالة الفشل الإسرائيلي في تحقيق من أي من الأهداف المعلنة. وندرك تماما بأن الموقف الأمريكي بالرغم من أنه لم يتغير جوهريا إلا أنه كانت هناك على الأقل ربما تأتي في إطار نصائح، لا أريد أن أقول كلمات أمريكية، أنها أكدت على فكرة أنها ضد العملية في رفح. وربما أن مكالمة بايدن أمس مع نتنياهو بعد انقطاع ربما أنها أعادت صياغة الأمور على طريقة أنه لابد أن تكون هناك خطة قابلة للتنفيذ، وكأن هناك غمزا ولمزا إسرائيليا فيما يتعلق بنتنياهو. فنتنياهو الآن يواجه ويجابه بأزمة إسرائيلية داخلية، طبعا بكل تأكيد أنها سوف تستمر العملية العسكرية، ولكن هو يريد أن يقول للرأي العام الإسرائيلي بأنه تحرير الأسيرين وكأنه متعلق برفح، وكأن الأسرى المعلن عنهم إسرائيليا وكأنهم موجودون في رفح، وبالتالي هو يستخدم هذا الأسلوب للتغطية والتورية على فشله، وكأنه سوف يحقق نتاجاته وسوف يستدرك على نفسه هو ومجلس أركان حربه من خلال العملية العسكرية في رفح، لكن ذلك بتقديري أنه غير صحيح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان نقرأ سياق العملية، بالمناسبة نوعية المحررين الذين أعلنت عنهم دولة الاحتلال، وأنا أؤكد على ما ذكره ضيفك من أن ليس هناك حتى هذه اللحظة تأكيد من المقاومة، إلا أنه بحسب رواية الاحتلال هم من المسنين الذين كانت المقاومة قد عرضت إطلاق سراحهم إبان هدنة الأيام السبعة قبل شهرين. هذا أولا. ثانيا أنا لا أدرك لا أعرف تماما، ونحن نتحدث في إطار التحليل، إن كانت المقاومة، لأنه الآن هناك حرب عقول تجري، إن كانت المقاومة أصلا قد استخدمت هذين كطعم، والدليل على ذلك أو ربما أنه ما يؤشر على ذلك بأنه هيئة البث الإسرائيلي تحدثت يوم أمس عن عملية كبيرة في خان يونس، وقبل ساعات أعلن القسام عن مقتل 10 جنود إسرائيليين في خان يونس، وبالتالي ربما أن هذين الأسيرين كانا طعما لجيش الاحتلال، ونحن ندرك أن هذا الأسلوب قد استخدمته المقاومة سابقا في محاولات الإنقاذ الفاشلة التي مني بها جيش الاحتلال عندما نفذت قوات الاحتلال محاولات لإطلاق سراح أسرى، وكما ذلك أبرزها في الشجاعية وقتل فيها 3 جنود محتجزين وفي النصيرات وقتل فيها أيضا جندي إسرائيلي. نأتي عليها بتتابع هذه المواقف. أستاذ ياسين، نتنياهو صرح بأن قواته ستفتح ممرا آمنا للمدنيين إذا ما بدأت بالعملية العسكرية. الحديث عن ممر شمال غزة، هل يعني ذلك أنه عدل عن خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ربما؟ الحقيقة أن نتنياهو كاذب من اليوم الأول. قوات الاحتلال ونتنياهو عندما هاجم شمال غزة كان يقول للغزيين في شمال غزة اذهبوا إلى وسط غزة والطريق آمن إلى هناك، ولم يكن طريقا آمنا ولم يكن ملاذا آمنا في وسط غزة. واليوم عندما يقول أنه هو سيفتح طريقا آمنا، ربما هذا الكلام فقط من أجل إرضاء الأمريكيين أو الإدارة الأمريكية أو من أجل ذر الرماد في العيون، لكن أنا أقول لك نتنياهو يكذب وحكومته كاذبة وجيشه مجرم، ولا أمان في أي مكان في غزة، لا طريقا آمنا ولا غير ذلك. ولو كان صادقا في ذلك لو كان صادقا في أنه يريد أن يخرج المدنيين من رفح إلى وسط غزة أو إلى الشمال لا سمح بإدخال المواد الغذائية إلى شمال غزة، وسمح بإدخال المواد الطبية إلى شمال غزة، لكن شمال غزة اليوم يتعرض إلى مجاعة حقيقية، وذلك بسبب رفض الاحتلال وظلم الاحتلال في إدخال الدواء وإدخال الطعام إلى شمال غزة.
فعن أي ممر آمن وأي مكان آمن يتحدث نتنياهو؟ كما قلت نتنياهو كاذب، والغزيين منذ اليوم الأول رفضوا أن يذهبوا إلى مصر، والأيام القادمة ستكشف لك كذب نتنياهو. وإحنا شفنا بالأمس يعني في الليل 100 شهيد وكلهم من المدنيين، من النساء والأطفال والعجزة. ولذلك لا ثقة بنتنياهو ولا ثقة بحكومته، وإنما هذا من أجل إرضاء أو إيهام الرأي العام العالمي وإيهام الإدارة الأمريكية بأنه يعني يأخذ، أنا أقول، سلامة المدنيين بعين الاعتبار. نعم، في هذا الإطار أيضا أستاذ حاتم، بالحديث عن سيناء والعملية المرتقبة لنتنياهو على رفح، القاهرة تعلن أن أي عملية على رفح ستعتبر خرق لما يسمى باتفاقية السلام بين القاهرة وبين تل أبيب، بالتالي هل سيمثل ذلك رادعا برأيك لنتنياهو؟ وما خيارات الجانب المصري إذا ما تمت هذه العملية؟ يعني هو ذكرت عدد من التقارير الإعلامية بأن مصر هددت بتعليق التزاماتها بموجب معاهدة السلام مع دولة الاحتلال، ولكن وأن يعني مسؤولين مصريين قد حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق هذه المعاهدة في حال شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية هجوما على رفح، وما يرشح في وسائل الإعلام أيضا بأن هناك أصلا خلافا أو دعني أقول وجهتي نظر في المجلس العسكري المصري حول التعاطي في من يتبنى بأن يكون هناك خيارات سياسية ودبلوماسية، ورأي آخر لا، ربما أنه يعني تحدث عن أنه ربما أن تكون هناك خيارات أمنية، وبطبيعة الحال أنا أستبعد ذلك. لكن على أي حال ما يمكن قوله في هذا الصدد بأنه يعني إن كانت هناك نية مصرية حقيقية ورغبة رسمية عربية عنوانها مصر، وأرادت أن تتحرك باتجاه تحرك فاعل ومؤثر، فنحن نقول بأنه يعني كما يقال في عاميتنا هذا الميدان يحمدان. يعني لماذا نتحدث عن تقارير إعلامية من تحت الطاولة ونحن حتى هذه اللحظة لا نرى بأن مصر قد تحركت؟ ثم هناك خطوات أسبق، هناك مدن مكدسة من المساعدات، إن كانت مصر تريد أن تساعد الشعب الفلسطيني وأن تقف حائلا دون سيناريو التهجير، على الأقل تثبت من هم موجودون في الشمال، في شمال قطاع غزة، وتدخل المساعدات عبر معبر رفح. وبالتالي قبل أن نتحدث عن أي تصعيد مصري وإلى أي حدود يمكن أن يصل، دعنا نتساءل عن الموقف العربي الرسمي في خطوات هي أقل من ذلك بكثير. يعني لماذا حتى هذه اللحظة لم تستخدم ولم تستثمر ولم يعمل عليها في إطار صد ومجابهة الإجراءات الإسرائيلية العدوانية؟ طيب، هنا أيضا أستاذ ياسين، يعني إلى أي مدى ترى أن الحديث عن عملية عسكرية في رفح وأطلاق سراح المحتجزين يمثل وسيلة للضغط على المقاومة لكي ترضخ وتتراجع عن ردها على مبادرة باريس؟ المقاومة الفلسطينية أعلنت في أكثر من ناطق، على لسان أكثر من ناطق رسمي، أنها لا تعمل فقط من أجل الأسرى، وإنما هي الهم الرئيسي لها هو وقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإعادة الأمر في المسجد الأقصى إلى الوضع الذي كان قبل عام 2002. كل هذا يدلل أن المقاومة لن ترضخ لا بعملية عسكرية ولا بضغط عسكري، خاصة أنها لا زالت تسيطر وعندها القدرة على القيادة والسيطرة، وأنها لا زالت تؤلم هذا الاحتلال الصهيوني وتكبده خسائر فادحة في الأرواح وفي المعدات في شمال غزة وفي وسط غزة وفي أطراف غزة، ولا زالت قادرة على دك تل أبيب وقادرة على دك مستوطنات غلاف غزة. ولذلك بعد هذا العمل الذي قامت به، العمل البطولي الذي قامت به، وهذا وعدد الشهداء اليوم وعدد الجرحى
وصلوا إلى 100,000، لن تتخلى المقاومة أمام هذا العدوان تحت أي ظرف من الظروف. ولذلك أنا أقول المقاومة لن تغير قرارها ورأيها فيما أعلنته اتجاه يعني اتفاق الإطار الذي قدمه لقاء باريس. المقاومة درست هذا إطار اتفاق الإطار جيدا، وهي مقاومة واعية، يعني تأخذ بعين الاعتبار مصالح شعبها بشكل عام، مصالح المقدسات الإسلامية في فلسطين وحقوق الأسرى الفلسطينيين، وأيضا الوضع في غزة. ولذلك لن يثني المقاومة شيء عن مطالبتها. وأنا أقول لك الاحتلال عاجلا أم آجلا سيرضخ لشروط المقاومة، لأن الضغط على حكومة الاحتلال، لأن الضغط على جنود الاحتلال، وإحنا شفنا كم لواء وكم فرقة أخرجهم من غزة من 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 ألوية النخبة التي تكبدت خسائر كبيرة وفادحة. أنا أعتقد إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فالضغط على المقاومة، لو أرادت المقاومة أو لو أن المقاومة ستنكسر لا انكسرت ولا عدلت شروطها. ولذلك هذا اتفاق الإطار ورد المقاومة عليه جاء بعد تضحيات كبيرة، والمقاومة لن تضحي بهذه التضحيات هباء، وإنما هي ثابتة على موقفها. والاحتلال هو إلى زوال، وهو الذي سينكسر بإذن الله أمام صمود أهلنا في غزة وأمام أيضا ضربات المقاومة. هنا أستاذ حاتم، في ذات الإطار حماس في المقابل صرحت أنه أي عملية على رفح تعني نسف مفاوضات التبادل مع الاحتلال. مفاوضات التبادل إذا ما نسفت أو تم عدم الاتفاق عليها، بذلك هل تلقي المقاومة بالكرة في ملعب الاحتلال مرة أخرى؟ وما خيارات نتنياهو في هذا الإطار؟ أنا بتقديري بأن ذلك يعكس بأن للمقاومة اليد العليا، وأنها كما تؤدي أداءات ميدانية يعني ومقاومة تبهر الجميع، كذلك فإنها تؤدي أداءات سياسية. علينا أن نتذكر بأن العالم وقف على قدم وساق خلال الأسابيع الماضية عندما كان ينتظر رد تحديدا غزة حول تفاهمات باريس، وأن المقاومة اليوم عندما تعلن بأن الاعتداء على رفح يعني نسفا لهذه التفاهمات، فإن ذلك يعني بأن المقاومة ما زالت بخير وأنها تقرأ المشهد السياسي، بالرغم طبعا من التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني. ونألم بطبيعة الحال للأبرياء الذين يستشهدون بالمئات كل يوم، لكن دعني أقول لك بأنه أن ذلك سوف يفاقم الأزمة في الداخل الإسرائيلي. يعني مثلا الإسرائيليون خلال 24 ساعة الماضية كانت هناك مظاهرات أحرقوا أوامر تجنيدهم ورفعوا علم فلسطين في قلب تل أبيب، وكأن هذه رسالة لحكومة نتنياهو. كذلك الحال فيما يتعلق بالأسرى، أراد نتنياهو أن يوظف مسألة تحرير الأسيرين توظيفا إعلاميا ليقول بأنه قادر على تحقيق الأهداف، إلا أن مصادر نقلت لها أرد عن المنتدى أسر الرهائن والمفقودين الإسرائيليين قولهم بأن الخوف على مصير الأسرى الإسرائيليين يتزايد الآن أكثر فأكثر، وبالتالي هذا يشكل ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن الموقف الأمريكي الذي أعتقد أنه قد بدأ يستخدم بعض أوراق الضغط على إسرائيل. فمثلا خلال الساعات الماضية كان هناك تصريحات لمدعي عام الجنائية الدولية قال بأنه قلق من الهجوم على رفح وأنه توعد بمحاسبة المسؤولين. كذلك بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي طالب بإعادة النظر بإمداد إسرائيل بالسلاح، وتساءل هل سندي سكان رفح إلى القمر. حتى على مستوى محكمة هولندية أمرت بحظر تصدير قطع غيار طائرات F-35 إلى دولة الاحتلال. طبعا أنا لا أريد أن أقول بذلك بأن هذا يأتي في إطار التصعيد ضد الاحتلال، ولكن ربما أنه يأتي كأوراق أمريكية تفرض على الطاولة في محاولة الضغط على الإسرائيليين.
ذات بايدن قال قبل أيام نقلا عن مصادر أمريكية بأن وصف نتنياهو بالأحمق، وقال بأنه يريد أن يستمر في الحرب حتى يبقى في السلطة. فهذا ليس مجرد تقدير وإنما أصبح حقيقة. نعم أستاذ حاتم، وصلت الصورة، شكرا لكم، ونعتذر لضيق الوقت. نشكر من ضيفينا من عمان المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ حاتم الهرش، وكذلك نشكر من بيروت الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية الأستاذ ياسين حمود. شكرا لكم على تغطية هذا الملف.